دينا بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الحيان مراسل صحفي ومعلق رياضي، بداية لابد أن أشكر الموقع الإخباري أشواق تيفي على هذا الاستضافة. بداية المسار الإعلامي كانت سنة 2017 عبر منابر إعلامية محلية وجهوية، ثم بعدها جاء الانضمام إلى منابر وطنية كمراسل ومحرر صحفي. موسم 2020-2021 كانت الانطلاقة عبر التعليق الرياضي، حيث جاءت الفكرة يعني مباشرة بعد القرار السلطات كذلك القيمين على الشأن الرياضي بالمغرب على منع ولوج الجماهير نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا. جاءت الفكرة لما لا تقريب صورة للجمهور الرياضي العاشق لكرة القدم عبر التغطيات المباشرة لمجموعة من المباريات ديال كرة القدم. وكانت البداية كما قلت سنة 2020-2021 رفقة منبر إعلامي يهتم بالكرة السوسية عبر العصبة الجهوية سوس مصر لكرة القدم، كذلك مباريات أقسام الهوات سواء القسم الأول هوات أو القسم الثاني هوات شطر الجنوب. يعني صراحة يعني الموسم الأول كانت تجربة فريدة من نوعها، كانت حافلة بمجموعة من الإكراهات، مجموعة من المغامرات، مجموعة من التحديات، خاصة في ظل يعني تواجد مجموعة من الملاعب لا تتوفر على أماكن تسمح بالنقل المباشر للمباريات. ومن ثم يعني مجموعة من التحديات كما قلت، مجموعة من الإكراهات من أجل النقل المباشر ومن أجل كذلك تقريب الصورة للجمهور العاشق للفرق السوسية بصفة خاصة وكذلك الفرق المغربية بصفة عامة. هذا الموسم يعني تم التعريج على منبر إعلامي آخر يهتم بالكرة النسوية، خاصة القسم الأول والثاني الاحترافيين، كذلك الكرة النسوية عبر أقسام كذلك العصبة الجهوية سوس مسا، في انتظار إن شاء الله الموسم المقبل أنه يكون إلمام بالكرة الذكورية كما قلت عبر مباريات العصبة الجهوية سوس مسا وكذلك أقسام الهوات. كما قلت يعني نتمنى صادقين يعني أن نكون في المسار الجيد الذي نصب له، خاصة وأنه حلاوة أي عمل يكمن في التعلق به ودرجة محبته. كما قلت موهبة التعليق الرياضي، شخصيا أعتبر نفسي رياضيا منذ الصغر، وبالتالي موهبة التعليق تعتبر شغف قبل أن تكون هواية وقبل أن تكون كذلك مهنة حاليا، التي كما قلت نتمنى صادقين أن نصل إلى أقصى المبتغى في القريب العاجل به. يعني بخصوص كما قلت الإكراهات أو المعيقات أو التحديات التي نجدها في الميادين الكروية كما قلت سابقا، يعني غياب يعني بعض الأماكن الخاصة بالنقل المباشر والتعليق الرياضي في أغلب الملاعب، خاصة الحديث هنا عن الملاعب السوسية، كذلك يعني غياب يعني الشخص الذي بإمكانه أنه يمدك بالمعلومة الصحيحة، سواء يعني أخبار متعلقة بفريق معين أو كذلك يعني ما يدور في كواليس فريق معين، أو كذلك يعني أبسط حاجة هي أنه تحصل على تشكيلة ديال بعض الفرق، وبالتالي نسعى للتغلب على هذا الإكراهات. كذلك بخصوص يعني لابد أي معلق أنه تكون عنده قدوة أو أنه يكون عنده معلقين يعني يتأثر بهم شخصيا، يعني باعتباري مغربي لابد أنني نتأثر بمعلقين مغاربة على غرار يعني المعلق عبد الحق شراط، كذلك المعلق جواد بدة. وقلت يعني لابد من أن رسم خريطة طريق بعيدا عن التقليد، بعيدا عن الغوص في التقليد الأعمى كما قلت، وبالتالي يعني الاجتهاد والمطابرة والاستفادة ما أمكن من كبار المعلقين. ومن خلال التجربة عبر الميادين التي تمتد للموسم الثاني على التوالي، بخصوص يعني الفرق بين الكرة النسوية أو الكرة الذكورية، فصحيح أن الكرة الذكورية تحظى
بمتابعة كبيرة سواء على مستوى الجماهير سواء على مستوى المتابعة الإعلامية وكذلك الريتم ديال المقابلات وكذلك الإيقاع وكذلك الجودة ديال المنتوج الرياضي الفني كيرقى للشكل الكبير كيجعل الجميع يتابع الكرة الذكورية. لكن هذا الموسم ما جعلني شخصيا أعرج على الكرة النسوية هو أولا يعني المنبر الإعلامي الذي أنتمي إليه يختص في الكرة النسوية، ثانيا غياب يعني التسليط الضوء الإعلامي على هذا الشق الكروي، وبالتالي تشجيعا للمواهب النسائية كذلك تحفيزا لمجموعة من اللاعبات من أجل بذل قصارى الجهود من أجل تقديم وجه كروي يليق بكرة القدم المغربية. وخير دليل ما نشاهده هنا خاصة بجهاد سوس مسا، يعني فريق حاليا يصارع من أجل الوصول للقسم الأول ألا وهو فريق أمجاد تردد لكرة القدم النسوية الذي يحتل حاليا الصدارة. على غرار ذلك نجد فريق رجاء تيزة لكي يتواجد بالقسم الأول، وأمنا صادقين أنه مجموعة من الفرق كذلك السوسية أنها يعني تضافر الجهود باش أنها تنافس الموسم المقبل من أجل بطاقة الصعود للقسم الأول الموسم المقبل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.